Avancez, avancez, ça arrive. C'est un ami. على مستوى القطر الوطني في الصنفين. السيدة الوزيرة المنتدبة في بورس بوعريج. وبك الصباح وقد اقترب، خذي الحياة سلاحها وخذي الحدود ووطنك. اليوم أنا سعدت كثيرا بزيارتي إلى ولاية برج بوعريج، هذا الولاية القريبة كثير على قلبي، مع زميلتي وزيرة التكوين المهني وكذلك مع سيد والي الولاية. إذا الهدف من الزيارة هي اكتشاف المواهب الشابة الموجودة في ولاية برج بوعريج. على بالكم بلي هذه الولاية هي قطب رياضي بامتياز من خلال الأسماء الكبيرة اللي عرفتها الرياضة الجزائرية، لا سيما في ألعاب القوى، في المنافسات الطويلة والنصف الطويلة، كذلك في المصارعة، وكذلك لتعتبر هي خزان المنتخب الوطني للمصارعة، كذلك فريق برج بوعريج لكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة. فكل هذا الكم الهائل من الشباب والشابات الرياضيين المتألقين على كل الأصعدة الوطنية القرية والدولية، واللي بينوا وبرهنوا مدى يعني شجاعتهم وشطارتهم وتمثيلهم للولاية، لولاية برج بوعريج، وكذلك تمثيلهم للجزائر. إذا جيت هنا عندهم للولاية باش نشوف يعني كل يعني النقائص اللي يقدروا يعني يتلاقاوها، وكذلك نتلاقى بهم عن قرب ونسمع لهم ونسمع للانشغالات تاعهم. فبإذن الله كل الانشغالات اللي طرحوها عليهم راح يلقاو الأذن الساغية فينا وراح يلقاو الدعم. لماذا؟ لأنهم هم من يعني جعلونا يعني نحترمهم ونمدوا لهم الإمكانيات بالنتائج الرياضية اللي قدموها للولاية وكذلك للوطن. أما الاتفاقية المبرمة اللي شفتوها مقبل ما بين الثلاث قطاعات، هي الهدف منها أننا بعث الرياضة في كل المؤسسات التربوية، لاسيما منها المدارس الجامعات، وكذلك الآن التكوين المهني، باستحداث تقريب 30 جمعية، 29 جمعية رياضية ولائية تابعة التكوين المهني. اليوم لأول مرة كذلك في ولاية البرج تم استحداث جمعية رياضية لأول مرة. الهدف كذلك من هذا الاتفاقية هي أنه يعني ليزيتيديون، دونك الطلبة اللي يكونوا في الجمعيات التابعة للتكوين المهني، الجمعيات الرياضية التابعة للتكوين المهني، راح يقدروا يستعملوا كل المنشآت الرياضية اللي تابعة لقطاع الشباب والرياضة، وكذلك الرياضيين يقدروا يستعملوا كذلك المنشآت اللي داخل مراكز التكوين المهني. كذلك هذه الجمعيات الرياضية تقدر يعني تستفيد من الدعم من طرف مديرية الشباب والرياضة. بالنسبة لتجميد إن شاء الله، احنا الزيارات تاعنا المختلفة عبر كل ولايات الوطن نشوفوا من خلالها نقص، وكذلك نشوفوا انشغالات شباب وانشغالات أبطال المنطقة، وبهذا إن شاء الله راح نقدروا نلبيوا لهم رغباتهم. هذه من جهة، من جهة واحدة أخرى القاعة إن شاء الله اللي راهي بصدد الإنجاز، اللي هي قاعة متعددة الرياضات تضم 3000 يعني مقعد، اللي إن شاء الله راح يستفادوا منها كل من
الرياضات الجماعية اللي تكلمنا عليها وهي كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، وكذلك رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة. فهذا بحد ذاته يعني مكسب للولاية ومكسب للجزائر، لأنه قاعة بهذا الحجم ما شاء الله اللي راح تستحدث في ولاية برج بوعريريج راح يستفاد بها شباب وشابات الولاية، وكذلك يستفاد بها كذلك الجزائر، لأنها راح نقدروا نديروا يعني نبي أورغانيزي، نقدروا ننظموا منافسات على صعيد على كل الأصعدة إن شاء الله. أما بما يخص الاستثمار الخاص فإحنا ندعموه ونشجعوه، لأنهم المستثمر هذا اللي شفناه مقبل هو فاتح أبوابه لرياضيين نخبة في الولاية. دونك يعني دونك جيسبر كو يوغا يعني اكثر مستثمرين في مبادرة اخرى، واكثر مستثمرين في قطاع شباب والرياضة ان شاء الله.